السلام عليكم مشاهدي الكرام، مشاهدات كديري، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن أحوال وصحة ديالكم تكون جيدة إن شاء الله يا ربي. اليوم جيتكم بهذا البطبوط هذا على شكل بيتزا اللي كيجي زوين بزاف، كيجي ولا أروع. كنتمنى منكم جربوا الطريقة اللي ساهلة وما فيهاش مكونات بزاف كما غادي تلاحظوا معايا إن شاء الله في التوجد ديال هذا البطبوط هذا اللي كيجي على شكل بيتزا وكيجي بنين بزاف ورائع، يعني شي حاجه اللي مجربه وكنتمنىكم تجربوها وردوا لي في التعليق. كما كتشوف كيجي مفشفش بعد الطريقه هذه وكيجي رطب وزوين. ندوزو لطريقه التحضير والمكونات. هنا كما كتشوفوا معايا هنايا عندي دقيق الفينو والفورص، يعني زلافه ديال الفينو وزلافه ديال الفورص. هنا عندي كاسه ديال زيت العود، يعني كاس معمرش. هنا عندي شويه ديال القزبر، قزبر ماشي معدنوس. هنا عندي الخميره، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، واحد شويه ديال الزعتر، وواحد شويه ديال الملح بطبيعه الحال. وغادي نعجن العجينه ديالي بالماء عادي، يعني ديال الروبيني عادي. كما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله هذه العجينه راه كتجي ولا اروع، كتجي زوينه بزاف وكتجي شيشه ورطبه. هنا غادي نعجن العجينه ديالي عاديه ونرجع معكم ان شاء الله باش نشوفوا الحشوه باش غنعمروا هذه الخبيزات هادو او لا بيتزا على شكل بطبوط. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما عجنت العجينه ديالي غطيتها بهذا السلوفان هذا، غادي نغطيها مزيان. من الاحسن يعني ديروا شويه الخميره زايده على حسب البردابه كتبغي، يعني هذه العجينه كتبغي تخمر مزيان. غادي نحتاج هنا الفلفله حمراء والفلفله خضراء كما كتشوفوا معايا، ممكن ديروا حتى الصفراء الا كانت موجوده عندكم، يعني ما كتضيفوا لا بصله لا والو، غير الفلفله بوحدها. غنضيف شويه ديال القزبر. هنا عندي شويه الكمون وشويه الابزار وشويه الملحه، هذو هما المكونات اللي غادي نستعمل، وشويه ديال زيت العود طبيعة الحال. صافي غادي نرد هاد الفلفله هادي تشحر لبين ما تخمر لي العجينه ديالي هكا باش ندوزو نشكلو البطبيطه ديالنا. هنا بعد ما خمرت لينا العجينه، يعني راه خليتها مده طويله، يعني 15 دقيقه، كما كتشوفوا كتجي هكا خمره مزيان ومفشفشه. هادي هي النتيجه ديال هاد البطبيطات هادو كما كتشوفوا معايا. صافي غادي ندوز نكبرهم، ها انتم معايا ان شاء الله حتى النهايه باش نشوفوا الشكل النهائي. هنا من بعد ما شكلت هاد البطبيطات بهذا الشكل هذا، انا قطعتهم يعني صغيورين. هنايا راه الفلفله ديالي الفلافل يعني كيتشحروا كما كتشوفوا معايا، يعني راه اللون ديالهم كيشيري والريحه ما نعاودش ليكم. صافي هنايا غادي نخليهم يبردوا وندوز باش نشكل البطبيطات ديالي اولا ميني بيتزا على شكل بطبوط. هنا بعد ما قرصتهم بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا، يعني كنخلي العجينه حتى كتخمر وكنقرصهم بهذه الطريقه هذه، كناخذ واحد الفرشيط كنعاود نثقبهم هكا من الوسط كما غادي تشوفوا معايا. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نثقبهم كاملين وندوز ان شاء الله نعمرهم. صافي هنايا من بعد ما ثقبت هذوك الخبيزات ديالي بالفرشيط درت لهم تقيبات صغار. هنايا درت واحد شويه ديال لاصوص بيتزا، ممكن ديروا غير صوص طوماط الا ما متوفرش عندكم صوص بيتزا، ديروا غير شويه دهنوها من الفوق. صافي حطيت الفلفله ديالي، يعني ما كنحتاجو لا طول لا كفته لا نكلفو على ريوسنا هكا باش نوجدو بيتزا. هاد البيتزا هادي راه كتجي زوينه بزاف ولذيذه، كنتمنى منكم تجربوا الطريقه، ساهله وكتوجد بالخف. صراحه ما كنتش بغيت نسجل هذا الفيديو، ولكن قلت علاش لا، ضروري نشارك مع يعني المشاهدين والمشاهدات هذه الوصفه هذه اللي ساهله وممتازه. صافي غادي نعمرهم هكا بالفرماج من الفوق
وندردر عليهم شويه ديال الزعتر وندخلهم للفرن ان شاء الله يطيبوا ونشوفوا الشكل النهائي. صافي كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال ميني بيتزا على شكل بطبوط. كما كتشوفوا معايا كيجي هكا ولا اروع، كتجي محمره من الفوق ومن التحت وكتجي بحال القطن كما كتلاحظوا معايا، كتجي زوينه بزاف. انا فايت اللي تشاركت معكم بيتزا كبيره، ولكن هذه راه كتجي تاني حاجه باينه وحاجه ولا اروع، كتجي زوينه بزاف يعني ما فيهاش مكونات بزاف، يعني فلافل يعني فلفلة خضراء والحمراء راه كيكونوا ديما متوفرين عندنا في الدار. الا ما كايناش كاع الحمراء استعملوا غير الخضراء بوحدها، وكيجيو على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا محمرين من التحت ومن الفوق، وكنقدموهم سخان وبالصحه والراحه. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، طبيعه الحال الا عجبكم كما العاده ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعليق ديالكم فضلا وليس امرا، وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. فيديو مقبل ان شاء الله باذن الله، تبقاو على خير، الى اللقاء.